لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، هي ذات الحكاية تروى فصولها منذ سنوات، مفادها أن أزمة انقطاع الكهرباء في ليبيا لا حل لها ولا دراسة موضوعية عنها للبحث عن الخلل الحقيقي فيها تنهي عذابات اكتوى الليبيون والليبيات بنارها. لا تخبرني عن أزمة أعرفها، بل ابحث لي عن حلول لإنهائها، وإن فشلت فاعترف. هذا لسان حال المناطق والمدن في ليبيا بعد أن تجاوز فيها انقطاع الكهرباء مدة تصل إلى 20 ساعة وأكثر، وهم يسألون ذات السؤال: من يتحمل مسؤولية كل هذا؟ ومن يجرأ على أن يقول الحقيقة اليوم؟ أما عن الأحداث التي تشهدها ليبيا والمنطقة الغربية بشكل خاص، فقد كانت بمثابة طوق النجاة للبعض الذين يرجون أن يحاولون إقحام الشركة العامة للكهرباء في الصراع الدائر في ليبيا، وقولهم إن أطرافا داخل الشركة تعمل على صناعة الأزمة وتعطيل الحلول، وكأن الأزمة وليدة اليوم وليست تراكمية منذ سنوات. كل هذا الإخفاق وأكثر لم تدفع ثمنه الحكومة في ليبيا، بل الليبيون والليبيات وحدهم، بدءا من تردي الخدمات من غياب السيولة إلى غلاء الأسعار، وليس نهاية بالغياب الأمني في أغلب المناطق، وليس أخيرا أزمة انقطاعه التي أصبحت في ليبيا مجرد ضيف ثقيل على بيوتهم لا إحدى مقومات الحياة فيها.